كيف ما كتشوفوا اليوم هاد الاحتجاجات وهاد التظاهرات فهي كتعبر على السخط ديالنا وعلى الشجب ديالنا شنو راه واقع في القضيه التمريضيه. فغادي نذكركم بالملف المطلبي الوطني اللي عنده 4 ديال النقاط اساسيه اللي هما عدم ادماج الخواص في الوظيفه العموميه، وكذلك رفض جميع اشكال التعاقد سواء كانت مباشره او غير مباشره، كذلك توفير المناصب الكافيه الماليه للخريجين المعطلين، واخر نقطه هي التعويض عن الاخطار الاستشفائيه والتداريب الليليه. يعني حنايا كنشوفوا بلي ان الطلبه كيعانيوا في واحد لي سيرفيس سواء في سي اش او اولا في ليطا اولا في لي سونتر دو سونتي بسبب هاد لي بريفي هادو، اولا بسبب دوك لي كيقولوا لهم دوك لي غارد دو نوي اللي كنديروهم في لي زوبيتو. فمؤخرا في موقع فاس تعرضوا واحد المجموعه ديال الطلبه من عده شعاب للطرد من المستشفى الجامعي الحسن الثاني بمدينه فاس. علاش؟ لان الاداره ديال المعهد ما منسقاش مع الاداره ديال المستشفى الجامعي باش ان الطلبه يجيو يديروا لي غارد دو نوي. دابا كيف يعقل ان هناك طالبات غادي يخرجوا في الليل مع جوج الليل وغادي يخرجوا يمشيوا لديورهم وساكنين بعاد؟ يعني انهم ما كيشوفوش الجهه الممرض بتاتا، بل كيشوفوا لديك الجهه ديال لي بريفي. علاش؟ لان تو سامبلومون هما راهم مخلصين الفلوس، الا كانوا مخلصين الفلوس يعني غادي يعطيهم الحقوق ديالهم. فالممرض الحقيقي اللي كنسميه الممرض الحقيقي هو الممرض اللي تيقرا في الدوله وعنده واحد لا ليسونس ومخرج من المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه. باش غادي يجي واحد السيد اللي هو ما قاريش ما عندوش تعليم عالي كبدايه انها غادي الدوله باش غادي تجي ديرو في بلاصتي؟ علاش ديرو في بلاصتي؟ حيتاش انا لو ضفاتني غتخلصني بواحد الثمن اللي هو كافيني، بينما هو غتعطيه واحد الثمن اللي هو زهيد. الا عطاتو بلاصتي غتجيب مثلا جوج في بلاصتي ولا ثلاثه في بلاصتي، يعني فبالتالي شكون المتضرر هنا؟ غادي نلقاو الرشوه، غنلقاو داك السيد كيطالب بالرشوه، غنلقاو داك السيد كيقلب على مين يجيب الفلوس، صاليرو ما كافيهش. نفترضوا اننا صافي حنا ماشي مشكل، صافي حنا كاع نتوظفوا وجيبوا لنا الخواص، جابوا الخواص، الخواص صاليرو ما كافيهش، غيمشي اول واحد غيعاني هو المواطن. دونك المواطن غادي يتعرض للسرقه والنهب ولشتى اشكال المشاكل، ماشي غير يمشي يتعذب غير في صحته وغيلقى غير مشاكل صحيه اللي غادي تمسو، وانما غيلقى مجموعه من الاشكال ديال السرقه والنهب في السيرفيس اللي كاينين. داكشي علاش حنايا هذه كنقولها وكنأكد عليها انها مجرد لبنه اساسيه في النضال. حنا غير هذه غير البدايه، كل ما زادت الدولة ديالنا في هاد السياسات والوزارة الوصية ألا وهي وزارة الصحة في سياسات الترقيع ديالها، كل ما غادي تلقانا أكثر وأكثر وأكثر إن شاء الله. وحنا مازال على موعد بالنضال، لو مهما حاولوا أنهم يقمعونا، لو مهما حاولوا أنهم يقصفوا الصوت ديالنا، إلا وأننا مازال غادي نناضلوا على المطالب ديالنا وعلى الحقوق ديالنا، حيتاش هي مطالب مشروعة. علاش خرجنا هذا النهار هذا؟ على يعني البروغرام ولا المخططات اللي كديرهم وزارة الصحة واللي كتستهدف شيئين مهمين اللي كتستهدف قطاع الصحة. أولا الاستقرار الوظيفي ديال الممرضين وتقنية الصحة، وأيضا الصحة ديال المواطن. حنا كندقوا هذا النهار أمام المديرية الجهوية للصحة الصحة والحماية الاجتماعية ناقص الخطر، لأن الصحة ديال المواطن فريمون كاينة الآن في خطر، بسبب أن أناس ما عندهمش كفاءة وناس ما عندهمش ديبلومات ديال التخصص كيدخلوا المستشفيات كيتلاعبوا بالارواح ديال المواطنين. الان كندقوا ناقص الخطر ايضا على المهنه ديال التمريض اللي غاديه بها وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه نحو الحضيض. على ودي التعسفات اللي لقاوها الطلبه في المعاهد العليا للمهن التمريضيه في لي سيرفيس، بحيث انهم كانوا كيمشيو يستاجيو وبالتالي كيلقاو الطرد. علاش ما عارفينش؟ علاش كيقول لك خصكم لوتوريزاسيون من لانستيتو، علما ان ما عرفناش المشكل مناش، واش من لانستيتو ولا منهم. المهم ان الطلبه كانوا كيتعسفوا عليهم يعني كيطردوهم لي سيرفيس. ها اول حاجه. ثاني حاجه انهم كنلقاو في لي سيرفيس ان بزاف ديال الطلبه من القطاع الخاص، هذا اللي كيطرح واحد الاشكاليه كبيره. بحكم علاش هذا الطلبه، علاش هاد الطلبه في القطاع الخاص كاينين في لي سيرفيس وبكثره وبوتيره اللي هي مرتفعه؟ هذا اللي كيدير واحد علامه استفهام ليا كبيره، بحكم الورش اللي كان خرج اللي خرجوا رئيس الحكومه على وديت التحسين في الجوده ديال الصحيه. فباش نحسنوا من الجوده الصحيه خصنا نحسنوا من الاطر ديالها، باش نحسنوا من الجوده باش اننا غير كلام وصافي، يعني باش نعمروا صافي لي سيرفيس بالخواص، لا نعمروهم شي وحدين بدو كفاءه واستحقاق اللي هما من القطاع العام ماشي القطاع الخاص. ماشي نجيبوهم من القطاع الخاص ونقولوا حقا باش نحسنوا الجوده، باش نحسنوا الجوده خصنا شي وحدين ذو كفاءه واستحقاق.
ما تنساش الاشتراك في قناة المنصة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. بارتاجي الفيديو إلى عجبك ودير جيم. نتلاقاو في خبر آخر ديما على قناتكم المنصة.